الحمد لله خلق الإنسان علمه البيان ونهاه عن الغيبة والنميمة والكذب والبهتان وحذره من أذية المؤمنين والناس أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والإيمان وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن اليوم نعيش اليوم 20 من شهر رمضان. نعم، اليوم هو اليوم 20، وكما اتفقنا فإنني أقدم كل يوم موعظة، وموعظة اليوم 20 من هذا الشهر الفضيل ستكون حول النهي عن الأذية والإساءة، وقد اخترت لها عنوانا هو أذية المؤمنين والإساءة للناس أجمعين وما يترتب عن ذلك. إخوة الإيمان، بداية كمدخل لهذا الموضوع أقول اتقوا الله يا عباد الله واحذروا أذية المؤمنين والإساءة إلى الناس أجمعين، وهذا في كل الأوقات، ولكن يتأكد هذا في شهر الصيام. واعلموا أن يوم القيامة تؤدى الحقوق إلى أهلها، يعني من أخذ حق غيره في الدنيا يوم القيامة لا بد أن يؤديه، ويوم القيامة يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. يوم القيامة من عدل الله أنه سيأخذ حق الشاة الجلحاء، أي التي لا قرون لها، من الشاة القرناء التي ضربتها. ويوم القيامة كذلك تؤخذ المظالم من الظالمين فترد إلى أهلها في يوم لا درهم فيه ولا دينار. ويوم القيامة كذلك إن كان للظالم عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته. يوم القيامة إذا كانك ظلمت حد وأنت عندك حسنات، ربي مش ياخذ لك من حسناتك بقدر تلك المظلمة إذن، ويعطيها تلك الحسنات لمن ظلمته. قال صلى الله عليه وسلم: وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. ما ليوم القيامة إذا ظلمت أحدا ستعطيه من حسناتك، فإن لم تكن لك حسنات أخذت أنت من سيئاته. وفي رواية عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. اللهم احفظنا يا رب العالمين. نعم، إذن ستعطي كل من ظلمته، كل من ظلمته في الدنيا ستعطيه يوم القيامة من حسناتك، فإذا فنيت حسناتك تأخذ أنت من سيئاته من ظلمته، ثم بعد ذلك يطرح هذا العبد في النار، أي يلقى في نار جهنم. وقال المولى سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل إنسان في شأن، يعني منشغل بأمره
عباد الله. إذن بعد هذه التوطئة أقول إن أذية المؤمنين والناس أجمعين بغير حق هو من أشد المظالمين وأعظم المآثم التي توعد الله أهلها بالوعيد الأكيد وتهددهم بالعذاب الشديد. لذلك نجد المولى سبحانه وتعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. اللي يؤذي المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، يعني آذيت مؤمنا أو مؤمنة ولم يفعل لك شيئا، فاعلم أنك احتملت بهتانا وإثما مبينا، أي ارتكبت إثما تجازى عليه يوم القيامة. وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الصحيح من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. آذى لي وليا أو عادى لي وليا، أي من اعتدى على ولي، أي على عبد من عباد الله الصالحين، وكل عبد من عباد الله هو من الصالحين، فقد آذنته بالحرب. ربي قال لك أنا، ربي سبحانه يقول لك آذنتك بالحرب. ما معنى ذا؟ ما معنى هذا؟ أي الله يعلمك بأنه سيحاربك، ومن كان الله يحاربه فهل سينتصر؟ أكيد سيكون من الخاسرين. وقد ثبت في صحيح مسلم عن جندب ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة أو من صلى الصبح فهو في ذمة الله. لما تأدي صلاة الصبح أنت تكون في ذمة الله، في رعاية الله، في كنف الله، في حفظ الله، أي في أمانة وضمانة الله، فلا تسيء إليه بغير حق. رد بالك، تسيء إلى شخص هو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. رد بالك، ربي طالبك يوم القيامة لأنك ظلمت عبد أولي من عباده، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يكبه على وجهه في نار جهنم. إذا ربي يطلبك بشيء إذن اعتديت بها العباد، فإنه ستكون نتيجة أن الله يكب هذا العبد في نار جهنم. أيها المؤمنون، أخوة الإيمان، إن الذي يؤذي المؤمنين خاصة والناس عامة بغيرها، المؤمن وإلا جميع الناس، حتى لما تأذي غير المؤمن، إن الذي يؤذي المؤمنين خاصة والناس عامة بغير حق هو على خطر من غضب الله وانتقامه. ولقد توعد المولى الظالمين في الدنيا ويوم القيامة حتى ولو كان المؤذي من أفاضل الناس وخيارهم، حتى ولو أنت كنت من أفضل الناس ومن خير الناس وظلمت، فإن الله سيحاسبك على ذلك. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ، وقد بعثه إلى اليمن، سيدنا معاذ بعثوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن ليعلمهم أمور دينهم وليحكم بينهم، فقال له يوصي، قال له واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال له يا معاذ رد بالك دعوة المظلوم، ورد بالك تظلم حد ويدي عليك، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. واعلموا أخوة الإيمان أن إيذاء المؤمنين وغيرهم من الناس بغير حق له صور منصوص عليها في القرآن وفيما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من بيان. ربي ذكرنا صور الظلم سواء في القرآن أو في السنة. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما
من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس في يوم النحر في أشرف زمان ومكان وجمع حضره، يعني في حجة الوداع في يوم النحر يوم العيد في خطبة يوم العيد، قال لهم وقال خاصة بعد أن قرر الناس على حرمة البلد والشهر، بعد ما أكد على أنه الشهر حرام والبلد حرام، قال لهم فإن دماءكم دمكم يعني أجسامكم وأموالكم وأعراضكم، ما لا دماءنا أي أجسادنا أموالنا وأعراضنا، قال عليكم حرام أي لا يجوز أن تعتدي على مسلم في دمه أو ماله أو عرضه، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، كحرمة يومكم هذا حرمة يوم العيد يوم النحر في شهركم شهر ذو الحجة وهو شهر من الأشهر الحرم في بلدكم هذا مكة وهو بلد الحرام، يقول وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وسيدنا النبي يوصينا قال ردوا بالكم ترجعوش بعدي أنا كفار يضرب بعضكم رقاب بعض، أي يقاتل بعضكم بعضا كما نرى الآن في بين المسلمين، المسلم يقتل أخاه المسلم والمسلم يضيق على أخيه المسلم والمسلم يجوع أخاه المسلم، إذن فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائبة، وقد بلغتنا وصيتك يا رسول الله. ومن أعظم أذية المؤمنين والناس أجمعين بغير حق قتلهم بغير حق، من أعظم الأذية هو قتل المؤمن أو غير المؤمن، قال الله تعالى من قتل نفسا، أرى ربي قال من قتل نفسا ما وش قال ما قالش من قتل مؤمنا نفسا، والنفس هذه يجب تكون مؤمن ولا غير مؤمن حتى كافر، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، المؤمن مازال عنده فسحة ومازال عنده مجال للرحمة ومازال يعني عنده درجة إيمانية وما زال على درجة من الإيمان ومن التدين ما لم يصب دما حراما، بشرط أنك ما قتلت حد وما صبت وما أصبتش دم حتى واحد. عباد الله، إذا كانت هذه حرمة دم المسلم يعني حرمة الدم وهذا معروف، فإن لعنه أي أنك تلعن خوك المسلم وهجره أنك تهجر أخوك المسلم وتفسيقه أي تنعته بالفسق تقول له يا فاسق ورميه بالكفر أو أنك تكفره بغير حق فهو كقتله تماما، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولعن المؤمن كقتله، لما تلعن مؤمن كأنك قتلته. ومن سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا لعن شيئا، لما العبد يلعن شيء تلعن باب تلعن سيارة تلعن دابة تلعن إنسان، إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء، لكن اللعنة تصعد طول السماء، فتغلق أبواب السماء دونها ما تدخلش لا تصل إلى السماء، لما تغلق أبواب السماء دون اللعنة تهبط إلى الأرض ترجع إلى الأرض، فتغلق أبوابها دون أبوابها دونها حتى الأرض أبوابها تغلق دون اللعنة،
لا السماء تقبل اللعنة ولا الأرض تقبل اللعنة. ثم تلك اللعنة تأخذ يمينا وشمالا، يعني تبحث جو اليمين وشمال، فإذا لم يجد مساغا، إذا لم تجد تلك اللعنة من يستحق اللعنة، رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. كان القاتل شكون يستحق اللعنة هذيك؟ مشيت له، وإلا فإن اللعنة ترجع إلى قائلها، إلى صاحبها، إلى من لعنه. وبالتالي هذا الأمر جد خطير يا أخوة الإيمان. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لما تسب خوك المسلم هذا فسق، ولما تقاتل خوك المسلم هذا كفر. وفي البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسق والكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. لا يرمي رجل رجلا بالفسق والكفر، إذا كان راجل يتهم رجل آخر بالفسق والكفر يقول له يا فاسق يا كافر، هاك الفسق والكفر هذا كايا، إلا ارتدت عليه، ترجع له اللي قالها إن لم يكن صاحبه كذلك. إذا كانوا اللي قتلوا يا فاسق ولا يا كافر، ما هوش فاسق ما هوش كافر، فإن الفسق والكفر يعود عليك أنت قائله. وفي سنن أبي داود عن أبي خراش السلمي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. وقال أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. بل لا يحل الهجر فوق ثلاثة أيام، ومن هجر فوق ثلاثة أيام ومات دخل النار. حفظنا الله وإياكم أجمعين. عباد الله، أما أذية المسلمين صورة أخرى، يعني بأخذ أموالهم، وهذه صورة مصور أذية المؤمنين أن تأخذ أموالهم، فهي من أعظم المظالم وأكبر موجبات الإثم. فقد قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال أيضا: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار. تاخذ حق خوك المسلم بيمينك، بيدك، بجاهك، بسلطتك، بجبروتك، بمكانتك، فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. يوجب له النار ويحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: خذيت أخوي المسلم حاجة يسيرة، خذيت له دينار، خذيت له حق ثلاجة ما خلصتوش، خذيت له حق كمبيال ما خلصتوش، وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: وإن كان قضيبا من أراك. ولو كانك خذيت له عود أراك، عود الأراك كان ينظفوا به الأسنان، قديش قيمته؟ 500 مليم دينار، لا شيئا. قال: ولو كان تاخذ له قضيب من عود أراك، عود من شجرة تاخذه من غير حق، فقد أوجب لك الله النار وحرم عليك الجنة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم تختصمون، يعني توقع بينكم مشاكل وتمشيوا للقاضي باش يحكم بيناتكم، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته. وربما واحد منكم عنده لسين يجم يثبت به الظلم متاعه، يرشح حق، يعني أوضح، يعني أن يكون أحدكم أوضح وأبين من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع. القاضي يقضي لك حسب ربما الحجج اللي جبتها رغم أنها باطلة. فمن قضيت له بحق أخيه، إذا كانت تعرف أن القاضي قضى لك وانت راك ظالم وهكا مش حقك، قال سيدي النبي: فإني أقطع له قطعة من النار.
فإنه القاضي هذاك راهو مش أترك قد ما تترك، راهو قطع لك قطعة من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. خياني، هذا حقوق العباد أمرها خطير، ولا يجوز التعدي على حقوق العباد. لذلك علينا أن نحذر يا أخوة الإيمان، وأن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نحذر الظلمة، فإنه حسد وندامة وظلمات يوم القيامة يا أخوة الإيمان. واعلموا أن ديوان الظلم، ملف الظلم، هو من الدواوين التي لا يترك الله منها شيئا، بل يؤاخذ أو يؤاخذ بها صاحبها إلا إذا تنازل عنها أصحاب الحقوق. فكم من شخص يظن أنه كثير الحسنات، ثم يأتي يوم القيامة مفلسا من بين البريات بسبب ما تحمل من الظلمات. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها. راك مش تؤدي الحقوق، مش تعطي حقوق العباد في الدنيا، وإذا ما أعطيتهاش تعطيها في الآخرة. لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، حتى أن ربي سبحانه وتعالى مش ياخذ يوم القيامة حق الشاة التي لا قرون لها من الشاة التي لها قرون والتي ضربت الأخرى. في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلم. اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا غيث المستغيثين، اللهم يا ربي أحفظنا من أن نتعدى على حقوق العباد ومن أن نأخذ حقوق العباد. اللهم يا ربي اجعلنا ممن يؤدون حقوق العباد. اللهم يا ربي استرنا في الدارين وارحمنا في الدارين واحفظنا في الدارين. اللهم يا ربي اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. يا ربي تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. يا ربي بلغنا العشر الأخيرة من رمضان، وبلغنا ليلة القدر، واجعلنا فيها من السعداء. وصل اللهم وسلم وبارك وزد على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.